باتجاه مديرية الشمايتين جنوب مدينة تعز، زيارة عيدية للجرحى وأسر الشهداء بهذه المديرية التي قدم أبناؤها الكثير دفاعا عن الثورة والجمهورية منذ انطلاقها، وصمودا وأرواحا وأموالا دفاعا عن محافظتهم وحراسة لشريان حياة سكانها. نحن زرنا عدد من الشهداء وزرنا عدد من الجرحى في مختلف المناطق، ومن خلال هؤلاء الشهداء والجرحى تعرفنا على رسالة الحوثي، وأن هؤلاء ما جاءوا إلا من أجل تدمير هذه البلد، تدمير اليمن بصورة عامة وتدمير تعز بصورة خاصة. نحب نهني جميع المقاتلين والقادة الموجودين والمرابطين في قمم الجبال، والذين قضوا إجازة العيد والأيام التي كان يجب أن يقضوها مع أسرهم في المواقع والمدارس. كما شملت الزيارة لجبهات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمنطقة الأحكوم الصامدة وبوابة مديرية الشمايتين. أهني من رأس جبل الأحكوم الإخوان المرابطين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الثغور وفي كل الجبهات، وليس في جبهة الأحكوم، فهم الصامدون والناس في بيوتهم آمنين بفضل الله وفضلهم. كما أهني وأعايد على أسر الشهداء والجرحى، ونسأل الله أن يتقبلهم. هذه هي الأحكوم وهذه هي الحجرية. الأحكوم هذه ثقافة من ثقافة عبر الزمان، عبر التاريخ، من ثقافة الحجرية الرافضة لكل ما هو استبدادي. وإن الذي دفعنا للوصول إلى هذه المواقع وعلى امتداد الساحة قد نظلنا في عدة جبهات، يعني ليس لأطماع شخصية أو أغراض سياسية، وإنما في الدفاع يعني في سبيل الله مناصرة لمظلوم وتصدي العدوان. والله الحوثيين في انهزام متواصل وتبديل مستمر لأفرادهم، لأن المعنويات حقهم منهزمة، منهارين. أبناء هذه المنطقة وأبناء الحجرية ومن معهم وقفوا كجبال الأحكوم وجبال المقاطرة وجبال الحجرية، فصدوهم وكبدوهم خسائر فادحة، أوقفتهم عن الزحف وأوقفتهم عن سفك الدماء. كانت الميليشيات تحاول قبل ما يزيد على عام اختراق هذه الجبهة لقطع طريق هيجة العبد والسيطرة على مدينة التربة لخنق المناطق المحررة، ولكن صمود هذه الجبال بمن عليها حطم معنويات الغزاة ومعداتهم وأفرادهم، وتركهم من غير حراك ولا استطاعة على التقدم، كحال كل جبهات تعز التي سنرى فيها الانهيار الأخير للميليشيات بالقريب العاجل.